أنا اسمي ساندرا أدري، عندي 22 سنة. دراستي كنت في مدرسة ريليجيو فرانسيسكان، بعدين كنت في جامعة عين شمس، كنت في أدب إعلام. مجال إزاي دخلته؟ أنا دخلته بصدفة. كنت نازلة مع فوتوغرافر بنصور كده من غير ولا فاشن ديزاينر ولا ميك اب ارتست ولا أي حاجة، بنصور في الشارع، وكمان كنا في مكرم عبيد يعني مش حاجة. بالصدفة ان الصور حد من بوغ شافها، والصور نزلت على مجلة بوغ. من هنا ابتديت ان انا كذا حد يكلمني ننزل نصور كده. تدريجي دخلت في الميديا بأشكال مختلفة، بحاجات كتير، سواء إعلانات، سواء كليب، سواء بلوجر، كل حاجة مختلفة عن التانية. دخلت برنامج فوقش في المعسكر، كنت قائدة الجيش الإسرائيلي. من هنا ابتديت ان انا اعمل كاستنج في شركات اعلانات، وابتديت سكت بقى الاعلانات، بعدين بطلت، اتجهت اكتر للموديلنج بس بروفيشنال بقى، مع ميك اب ارتست، مع فاشن ديزاينر. بالنسبه لدراستي وهي الاذاعه، انا من وانا في الجامعه وانا بتدرب في قنوات كتير، كنت بفضل ان انا اقدم اخبار فن، بس الفرص اللي جات لي اكتر كانت في الرياضه، وان شاء الله قريب هبقى في حاجه رياضيه. انا بقى اسمي عاشقه الهند، لان كل ما بيجي لي فرصه اسافر بروح الهند. من شهرين كنت بعمل كامبين مع الجامعه الامريكيه، ايسك الجامعه الامريكيه، فقالوا لي تسافري فين؟ طبعا قلت لهم الهند، قالوا لي اندونيسيا، قلت لهم الهند. كل ما يقولوا لي بلد اقول لهم لا انا هسافر الهند، وفعلا رحت الهند. انا كساندرا مش واخده ان الموديلنج ده شغل، انا واخده حاجه فور فان. ما ينفعش ان ده يبقى كارير، ما ينفعش ان اي بنت يبقى حلمها ان هي تبقى موديل. لا، هي ممكن تبقى موديل الى جانب شغل ثابت. ميس ايكو ايجيبت دي بالنسبه لي كانت خطوه عايزه اقدم عليها من السنه اللي فاتت، بس عارفه اللي هو هقدم بس ما بعملش حاجه، فاهمه؟ اللي شجعتني عليها انه انا بحب السفر جدا، فاهمه؟ وهي اصلا يعني اساسها البيئه والسياحه. فلما ابتدوا اصحابي يكلموني ولا ساندرا انت بتسافري كتير، انت ممكن تشجعي الناس على السياحه في مصر. انا حتى بسافر اماكن غريبه، يعني ممكن اروح محافظات الناس ما بتحبش تروحها بس عايزه اكتشفها. انا دلوقتي ابتديت ان انا اعمل دراسه عشان ميس ايكو ايجيبت، عشان نبتدي ان احنا ننشط السياحه في مصر، ايه اللي ممكن يتراح في كل محافظه. وطبعا عشان انا دايما بقول اقل التكاليف سواء بره مصر او جوه مصر، فانا برضو عايزه ابتدي اعمل جدول اللي هو كل محافظه ممكن نروح فيها فين بالظبط، ممكن ايه المواصلات اللي تبقى مريحه وفي نفس الوقت تكلفه قليله. طبعا عشان انا اخش الكارير ده واجهت صعوبات كتير، خاصه مع اهلي. هو اللي لازم يخش الكارير ده لو بنت لازم تبقى قويه، ما تتاثرش بالناس اللي في الكارير ده.